بينية خطيرة، جوناثان ما فيها راية، جوناثان رصاصة الرحمن، جوناثان انهاء الأمور، خلاص جوناثان فعلها، جوناثان انهاها، جوناثان أكد على بقاء حبوب السماوي. هدف ثاني ورصاصة رحمة للقادسية، 2-2 يكررون نتيجة الذهاب. زعلت الكبير يا جوناثان، زعلت العم يا جوناثان، لكن أفرح وأسعد رئيس النادي وأنصار الفريق وعشاق السماوي. جوناثان هرب بهذه الكرة وضرب دفاعات فريق القادسية، رصاصة الرحمة سجلها بقذيفة قوية سكنت مرمى جاك دونكان لتعلن أفراح السماوي في المنطقة الشرقية، وهنالك بالحفر ثاني الأهداف يا سيبيريا، يتصدب للمهمة بامتياز.